أصدقائي، قبل ما نبلش المقطع بدي أقولكم ما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا القناة وتتابعوني على حسابي على إنستغرام. والله بقولكم مشاهدة ممتعة. وقفت وقفت، زين زين. طيب ازاي ابغى طلع عليها بسرعه بيجي حدا؟ نعم، لوين بدي انزل؟ قولي قولي يا ننزل مشي على اجرينا، بلكي بنلاقي طريق ونطلع منه. ايه صح صح، خلينا ننزل من السياره احسن ما نضل بالسياره يهجم علينا حدا وما نعود نحسن نطلع. انزلوا كلياتكم، انزلوا يلا. راحت السيارة، راحت السيارة، شقة عمري راح كلها. هيك مين طلعت؟ لا تخافوا عليه، لا تخاف، أنا معك، أنا معك. شلون ما أخاف يعني بابا؟ وأنت ولك هات أنا بتركني لحالي. لازم نعرف نطلع من هون بأي طريقة ولا راح. طب اللي ناقص بس جني يطلع لي أنا. أنت فهمي؟ أتي 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 روحي له. هروب، أنا بحب النبي يخلي. طب خذوني معكم. عدو يا لطيف، ما دخل لك شيء. قولي ولك بابا، انت عم ترغب دائما تروح تساعد امي وعباده. ولك الكدي هلا بلا ما يجي عطونا لنا كمان الكدي. ولك مو المفروض نروح نساعدهم؟ طيب ولك الكدي لا تخاف، يلا امك بعد 10 جيل ما بيحسني ولا. ولك عباده يا ابن السلام، انا اما قصر لك ولي الورقة تحوى صار متهم. بابا سمعان هذا الصوت؟ منين جاي؟ قولي سمعانه منين جاي هذا الصوت؟ تعال شوف ليقوم جاي من هون. تعال قولك استني، وين رايحة؟ انا قوم يشوفوني. قولك انا كان جابرني على بهالمصيبة هاي. تعال هون بابا، تعال هون، تعال تعال. شايف بابا؟ شكله هون المقر تبعهم يمكن. شكلي يتكل واحد احد يا ام عبيده يخرب بيتك من حالك كله بسببك. نترن علي اول ما اطلع من المصيبه اطلقك مباشره. لك بابا انت ايش عم تعمل؟ ما عادش افهم. بيتك من حالك، عبدي على امك البومي، ما هي السبب بكل المشاكل اللي صارت معنا. ولك هلا مو وقتها، المهم نعرف شو بدنا نطلع من هون. ولي على المصيبه. اسمعي خدوج، بدنا نطلع من هون بسرعه قبل ما حدا يحس علينا. بسرعه طاي قدامي انت، يلا ماشي يلا يلا. يخرب بيتك من حالك، كان ضروري تعصي سمعوا صوتنا. قولي قولي عملت تحتي. كان يوم أسود يوم اتجوزتك فيه يا أم عبيدة. يا رب يا رب، أنا ما بدي أموت يا رب. قولي قولي أسرع، ما في حدا وراك، أسرع. قولي قولي، أنا آخر عمري أتخبى من عبيدة ابني. بسيطة يا عبيدة، أنا بفاجئك. خرب بيته من حاله. واخيرا واخيرا هربت منه. لحظة شوي، خدوج وينه؟ خدوج خدوج، قولك انا هون بابا، انا هون جنبك. يخرب بيتك مثل عفيت راسا، اختفيتي وهربتي تركتيني لحالي. فكرتهم مسكوك؟ والله زمان مسكت، لو بدك ياني انا مسك كمان. انا خايفة على امي وعبيدة ليقوم صار لهم شي.
اكيد مختفيين بشي محل. يا تعي خاصين ندور عليهم وان شاء الله ما يطلع شي بوشنا. خرب بيتكم من حالكم. بغيت نخلص من هالقصة. قولي قولي دخيلكم. عبادة عبادة امي عبادة يا ام عبادة ام عبادة وينك؟ يخرب بيتكم من حال عبادة. عبادة وينكم؟ قولي ايش هالصوت سمعان بابا؟ طيب يلا يلا نهرب يلا. بابا تعال 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 شو شكله مسكوه لأمي. شو؟ فرجيني اشوف وين مسكوه. قولي قولي على المصيبة قولي على المصيبة قولي ايش بدنا نعمل؟ شكلهم بدهم يتغدوها. وطي صوتك يا غبية سمعوني وطي صوتك. شو هاد؟ ايش عم يعملوا هدول؟ هدول شكلهم عم يستنوا بده يدخل عليهم الزعيم. وطي صوتك عشان ما يسمعوك. اسكتي